استقبل سعاده السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه الفائزين باسم مملكه البحرين الذين حققوا اربعه مراكز متقدمه في مجالات جائزه مجلس الشباب العربي للتنميه المتكامله للشباب العربي المتميز في نسختها الثانيه عشر والتي اطلقها المجلس بالتعاون مع جامعه الدول العربيه حيث تم تكريمهم مؤخرا من بين ثلاثين فائزا من الدول العربية في جمهورية مصر العربية أي حيث تهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين من الشباب العربي على دورهم الوطني في دعم ومساندة أوطانهم بكافة المجالات وقد هن أحمدان الفائزين بالجوائز على المستويين الفردي والمؤسسي الذين مثلوا الجهات المكرمة